من الصعب أنك تخلي الناس تحبك، خصوصا إذا كنت أنت قاعدة تتعامل وياهم من خلال مذياع، يعني ما يشوفوك، الصوت رح يسبق الصورة. شلون أنت تقنعهم بصوتك وبأدائك وتجذبهم إلك؟ هذه شغلة. الشغلة الثانية أنه أنت تجي وتلامس جروح الناس وتلعب على معاناتهم وعلى مواقفهم وعلى حياتهم، هذه كارثة أصعب. والأصعب من هذا لما تجيب النجم تخليه يقول الكلام الحلو وبنفس الوقت تنزل دموعه. هذه هي شغلة مهند العزاوي الحبيب. مساء الخير، شلون صحتك؟ تمام؟ أنا تمام. تعال يمي هنودي، تعال لا تخليك بعيد، احنا اليوم اثنيناتنا ما شاء الله راح نضيع منه الأسمن. شو أخبارك هنودي؟ تمام الحمد لله ماشي. تمام؟ تمام كل استوى. نورتنا اليوم ببابلون يا حبيبي، منورة بهالحب، وبمس كردستان. كان وجودكم جدا حلو ورائع ويضيف للجميع الصراحة. عفوا، هي أصلا كانت رساله للحب. اوكي، رساله بانه احنا نحب الجمال، نحب الحياه، نابضين بالحياه. فرحت جدا بتواجدي هذا الكرنفال الرائع. شفت الابتسامه كانت على محيي الكل. وصلنا في صوره جميله جدا عن بلادنا وعن توجهاتنا وعن الحب اللي بداخلنا. انا اللي اشكركم لانه كانت الحفلة بهذا المستوى الجميل والرائع. عجبك تنظيم الحفل والشكل اللي طلعت به قناة بابلون؟ يمكن صار لها شهرين بس اليوم صداها صار واسع للناس. عجبني بكل صراحة. نعم. اليوم احنا قنواتنا هي مشاريع لتصدير ثقافتنا لخارج الحدود. صحيح. عجبني من احنا نصدر شعبنا شعب مثقف وراقي ويحب الجمال، يحب الحياة، عايش بأمان، بتعايش سلمي عظيم. كل الأمور مبتسمة. أحييكم لأنه اليوم أنتم نافذة لتصدير ثقافتنا، لتصدير فكرنا للعالم الخارجي. أنا كنت كلش حاب الصورة اللي خرجت عن طريق قناة بابلون للناس عن كردستان وعن العراق بصورة. إذا إحنا كنا في يوم من الأيام النافذة للعالم، فأنتم النسمة الحلوة اللي تطلع من هذه النافذة حبيبي. لكل هذه الناس. يا حبيبي شكراً. شلون تشوف بابلون اللي قدامه؟ هل من الممكن أنه أنت تكون موجود في يوم من الأيام مع تيم بابلون تلفزيونيا؟ إن شاء الله، يعني ماكو شيء مستحيل ان شاء الله. اكيد يشرفني هذا الشيء. بس انت تحب الاذاعه يمكن اكثر من التلفزيون. انا بالاذاعه انت حكيت على هذا الجانب بانه انت شلون تحاول توصل لهم بدون ما هم يشوفوك. صحيح. وهذا الجانب اللي انا احبه، اللي انا احبه شخصيا. للامانه بعيدا جدا عن انه انا هسه بشاشه بابلون، انا تابعت القناه، حبيت الرقي، حبيت الصوره، حبيت التوجه. توقعاتي لهذه القناة نجاح باهر إن شاء الله. إن شاء الله. أريد منك تقول كلمة للمشاهدين بما أنه إحنا على 2019 سنة جديدة، فش تحب تقول لهم حتى لو بكلام شعري؟ خلينا أقول كلام بسيط. بسيط. يلا. اتبعون على ساعاتكم، راح تشوفون اللحظة اللي تمر من سابع المستحيلات ترجعوها. بدليل احنا السنه السابقه او الحاليه احنا على مشارف ان نقول السنه السابقه انتهت وما عاد بالامكان ان نرجعها. مستحيل. احنا اللي نقرر شلون راح نعيش. فابتسموا حتى اوقاتكم تكون ممتعه، حتى بعدين ما تقولوا لو يرجع بينا لو كث كان ابتسمنا. اتمنى لكم ابتسامه دائمه وحياة حلوة. يا رب أمن وأمان وصحة وعافية. Happy New Year. Thank you حبيبي مهند، شرفتنا عزيزي. شكرا لك. شكرا.